كتأدي البنادم مسكين كيشرب جوج بيرات كيخرج من البار كيدير ما عرفتش شنو كيمشي فيها مسكين ما عرفتش شنو وقع بالنسبة لهذا الشيء. هادشي اللي وقع اخويا بزاف كل سيمانة كطرا في حال هادشي اخويا. كتلقى مسكين واحد ماليه والو داخل في موطور مسكين هو سكران ماليه والو هو سكران داخل في واحد مسكين تا هو خدام ريفرور ولا شوف شو واقع عليه مسكين تا هو. كيفاش اخويا؟ هو ماشي ضرب شي واحد اخويا هو كان غادي تاوت وتلقى الواحد اخو ماشي نحطو عليه اللوم هو اللي ضرب ولا ولكن تا هو غادي في الطريق تلقى ليه واحد راه تا هو الوعي ديالو واش كان ولا ما كانش باش يحبس فران ولا لا انت راه غتعرف كلشي اخويا بهذا الشيء اللي كاين شي راكب انت مع صاحبك في الدراجة مين يا خويا الله يحفظك الوالدين صافي راه هاني ما بقى والو هضر معايا مولا مولا داك الموطور راه هو تجيبوا لينا السقه ها كيفاش جايين من هاد السنقه هادي هاي من هنايا بحال بالدرعوبه غادي حتى جاو لك يشيروا لنا بالحجر شوف واش داروا ليا شوف واش داروا ليا ها راه هو واحد بعدا كي هما راه شي السق معاهم طوموبيل راه هو واحد بعدا كي الموطور بداك يشيروا لنا بالحجر شكرا شنو السبب بالضبط شنو السبب ما لا والو تكروزين ما في الطريق بدا كيعير ما تاديناه ما توشيناه ما والو